زوار ومتتبعي موقع جديدة نيوز، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الحلقة الثالثة في اليوم الثالث من شهر رمضان الأبرك، الحلقة ديال اليوم كتعلق بلاراديش. كنشوفو في مدينة جديدة بالضبط طريق مراكش، يعني الطريق اللي كتدي لمراكش، اللي كنوصل داك المعمل ديال الحليب اللي كاين تما اون فاس معاه كاين واحد الديبو ديال لاراديش، وكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء. هذاك الديبو الى هزيتي راسك الفوق كتلقى دي كابل ديال لاهو طونسيون، يعني كابلات ديال الضو اللي غادي من واحد المولدات وغادي واحد الفولتاج اللي هو كبير امبيراج كبير، وكيدوز من حدا السكنه ديال عباد الله، وغادي في كاين الاتجاه الاول بحال غادي الازمور، وكاين الاتجاه الثاني بحال غادي لجهه ولاد حسين والنواحي. غير هي كيدوز من حدا الشراجم ديال الناس وكيدوز فوق الديور ديال الناس. واش هذا الشيء ماشي كيشكل خطوره؟ واش لا راديش بالفلوس كامله اللي كتدخل واش ما تقدرش دوز داك الشيء سوتيران؟ واش ما بغاوش هاد الناس هادو يفهموا بانه راه هاد الناس هادو هنا في جديد راه مواطنين مغاربه بشر، راه خصهم يتحتاروا. راه كنلاحظوا بانه في اقليم جديده بانه راه الكابلاج كيدوز من لا تخي هو الطونسيون كدوز من فوق الديور ديال عباد الله، راه يكفي انك دوز حدا الجرف راه غادي يبان لك تما كاينه واحد لاستاسيون. داكشي راه كارثي. نفس القضيه دابا هنايا في جديده، الناس وضعوا شكايات، راه شكايات وشكايات، وهنا راه الشكايه غتمشي مباشره للسيد عام الاقليم بحكم انه هو تراتبيا هو اعلى سلطه بالنسبه للاراديش، المجلس الاداري ديال لاراديش. وكنتمنى بانه السيد العامل يدير واحد الالتفاته خفيفه لهاد النقطه هادي ويقول لهم يلقاو حل. راه الا بغاو يلقاو الحل راه غيلقاو الحل، راه غيخص يقول راه غادي يلقاو الحل. السلام عليكم. هما هنايا خارجين هاد لي كابل هادو ديال الضو، راه ماشي اي دور، راهو طونسيون، يعني ها هما دايزين فوق راسنا. ها هما هادو يعني كيف كنشوفو، يعني ها سكنة، هانتوما شوفو مزيان، هادي سكنة كاينة. و تاني هادا و بطبيعة الحال هاد التروازيام هادا. إذا كيف كنشوفو هادا الاول راه حنا شفناه فين غادي، اذا ها هو كيف كنشوفو فيه، ها هو غادي حتى ليه، يعني وسط من الديور عباد الله، راه وسط الديور هادشي. و التانية هي هادي، تا هي وسط من الديور. واش الا كانت 220 عباد الله 220 فولت ولاو باغيين يدوزوها تحت الارض وكيدوزوها تحت الارض. واد الناس هادو شوفوا اش دايرين هنايا، واش هادشي ما كيشكلش خطوره؟ واش هادو ما كيتعتبروش قنابل موقوته بالنسبه للساكنه؟